السلام عليكم خالتي، كما راكم تشوفوا دوك هذا كيفاش طرا له يعني، دوك نوريكم شوفوا خالتي هذا الواد، هذا الواد طاح في المدينة يعني في النص، يعني كما نقولوا جهة شمالية وجهة جنوبية، الجهة اللي تضرت كامل تضرت بزاف هي الجهة الجنوبية، يعني شوفوا هنايا عادوا ما طاحش بزاف، بصح لي باطيمو تاع الجهة الأخرى يعني الطابق الأول كامل وصلهم الماء كامل يعني دخلهم الماء ماشي غير شوية يعني لو كان زادت شوية هزهم كامل، هنايا نشوفوا هذا الواد لما يعني حمل بزاف خرجت يعني الناس كانوا مقارين هنايا الحافية تاع الطريق يعني قدام ديارهم كيما راكم تشوفوا هنايا عندي لي باطيمو منا والناس مقارين يعني الواطا فيهم يعني الطريق نورمال طريق قدام الواد يعني اللي كانوا دارين هذه الطريق كامل داهم الواد يعني الواطه كامل بالك تفوت واحد 140 لوطو هكذا وراك كاين حتى يعني وفيات يعني الطيور هنايا هذا قدام الواد هذه يعني الواطه راهي مكسره لهم في حتى واقيلا ثلاث وفيات على ما اعتقد او اربعه يعني هنا ما تقدرش تمشي برجلك يعني المدينه كومبلي تدهل الماء يعني بزاف تمشي برجلك يعني بالنك اللي بوطا تمشي وهنا كارثه يعني الواد لما غلبوا يعني الماء وصل يعني لهذه المرحله ورانا نشوفوا يعني المسجد هذا كيفاش صرا له يعني المسجد كومبلي يعني مقابل الواد ديريكت لما يعني الماء كيخرج خرج ديريكت مو في المسجد يعني المقاهي المحلات الاغلبيه راح المقاهي المحلات كامل راح هذه المقاهي هنايا كل دخلها يعني الماء والاوحال والشجر يعني والحجر كامل الوادي يعني قاسم المدينة في الوسط هذا يعني يسهل بن سليمان هذه يعني جايه مدينة هابطة بزاف هابطة بزاف وفيها يعني شوية مرتفعات صغيرة يعني للمدينة والوادي يعني جا في الوسط وهاي طيح شتا سبحان الله هاي طيح واليوم ثاني فيها الرعدة سبحان الله وهذه المدينة يعني في بلاصة منخفضة كما نقولوا حنايا هابطة يعني سهل بن سليمان كما يعرف يعني راح من هذه المنطقة حتى تقريبا إلى ولاية البويرة نظن ولاية البويرة ثاني البارح راه قاسها شتا هذه بزاف ربي يخلف على الناس